هي محتاجة خروج أجازة مصيف، محتاجة تتدلع، محتاجة نعدي 100 ترم اللي احنا لسه شايلينه ده. طب اعمل ايه؟ محتاجة ان احنا نحب بعض اكتر، محتاجة الدنيا تظبط، فلوس وخروج واصحاب و... لا ليلة سودة ساعتك، الموضوع كبير، محتاجة فلوس فلوس كتير. هي دلوقتي محتاجة سفر اكيد، يعني محتاجة فلوس. انزل اخرج مع صحابي، اقعد على القهوه، اروح حفلات، بقعد على القهوه، بنزل بخرج بفرح، بشوف الناس اللي بحبها، بتمشى، انزل مع صحابي، بسمع اغاني، بخرج مع صحابي، بسافر، اسمع اغاني، اي حاجه تروق على الواحد كده. بناكل وبنخرج، غالبا بكتنب ان انا اتعامل معاهم اصلا، لانه لو اتعاملت معاهم نفسيتي تعبانه هيزعلوا طبعا. بعصبيه غريبه جدا، مش طايق حد، مش عايز اتكلم مع حد، مش بتعامل مع الناس اصلا لما نفسيتي تبقى تعبانه. لا ما ببينش ان انا زعلان او حاجه، يعني ببقى كويس. بتعصب اكتر، بتضغط اكتر، بحس اني مش في المود يعني الطبيعي. مش بعملهم باي طريقه مختلفه، هو انا نفسيتي تعبانه اتعامل مع حالي بنفسيتي تعبانه، مش هتعامل مع حد غريب بطريقه وحشه يعني. ما بتعاملش مع الناس تجنبا ان انا ما اخسرش حد. لا هو انا عامه مش من الناس اللي بتبين لحد ان انا نفسيتي تعبانه. مش هتعامل معاهم احسن بقى عشان ما اخسرش حد يعني.